السلام عليكم ورحمة الله. في وصفة تانية ممكن نعملها للناموس، عشان اللي هيقولك ما عنديش إزازة وأجيب خميرة منين؟ نص ليمونة، هنجيب عودان قرنفل خشب، هنحطها زي ما انتوا شايفين كده، املوه على قد ما تقدروا يعني. وفي أي مكان برضو حطوها في الأوضة اللي انتوا قاعدين فيها. في نفس الوقت مش زي الفيروسول والحاجات دي عشان الأطفال اللي عنده حساسية، ولا تأذيك ولا ليها دعوة بريحة الفرش. هيت على قد ما تقدروا حطوا. طبعا القرنفل ريحته نفاذة، بس انتوا مش هتشمها، هي هتجذب الناموس ليه زي الوضع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.